مختبر اضطرابات النوم في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة يعد الأول من نوعه في البلاد، يقدم خدمة تشخيصية وعلاجية للمرضى الذين يعانون من مشاكل عضوية. تفاصيل في هذا التقرير. الكثير منا يعاني من مشاكل في النوم، وقد يعتقد البعض أن هذه المشاكل مرتبطة بأسباب نفسية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هناك أسباب أخرى؟ أعاني من الأرق وتقطع النوم، مش خير، اختناق وأنا نايم. كنت أعاني من ضيق في النفس وشخير، وجيت المستشفى زين وشخصوا الحالة، واليوم راجعتهم عشان أخذ النتيجة. النتيجة أن في توقف في النفس وفي شخير فعلا. في العام الماضي استقبل مختبر اضطرابات النوم 900 حالة، إذ تشكل الذكور من هذه الحالات 65%، أما الإناث 30%. هذا المختبر طبعا يتكون من أربع غرف نوم مجهزة بأحدث الأجهزة المختصة في تشخيص وعلاج حالات اختناق الليلي أو اضطرابات النوم. في متوفرين أطباء متخصصين ما يقارب 10 ممرضات تم تأهيلهم وتدريبهم، لهم مشرفة إدارية طبعا تحت إشراف طبيب متخصص في حالات اضطراب النوم. الأرق وتوقف التنفس ليلا والشخير هي أكثر أمراض اضطرابات النوم شيوعا في البلاد. الأرق واللي تقريبا نسبته حوالي 10 إلى 30%، وتوقف النفس أثناء النوم واللي نسبتها تقريبا تختلف من 9% في النساء إلى 23% في الرجال. ونسبة الشخير اللي هو تمثل أحد أعراض توقف النفس أثناء النوم نسبتها في الكويت تصل إلى 40%. يجرى فحص النوم في المختبر مساء لقياس مؤشرات وظائف الجسم. يتم دراسة النوم مساء من الساعة 10 بالليل لساعة 7 الصبح. الأشياء اللي راح نحتاجها هي الأسلاك اللي راح تنحط بالرأس، راح تنحط بحركة، نشوف حركة العين، حركة نشاط المخ، في أربطة راح تنحط بالصدر والبطن، نشوف حركة الحركة أثناء التنفس. وبناء على نتيجة التشخيص يحدد للمريض العلاج، قد يكون حمية صحية أو استخدام بعض الأجهزة أو تدخل جراحي. لا مشاكل في النوم بعد وجود هذا المختبر الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد والذي يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.